من فينا ما كان في حد عنده أحلام حابين يحققها؟ هذه الأحلام سواء أنها تمت أو ما تمتش بسبب العصفات والعقبات اللي دائما تمر معنا بالحياة. في بعض مننا قدر يحقق هذه الأحلام والبعض الآخر ما قدرش، فاضطر أنه يتجه إلى مسار إجباري. اليوم بإذن الله بنتعرف في أولى حلقات مسار إجباري على أحد الشخصيات الملهمة واللي فعلا حققوا أحلامهم رغم العصفات والعقبات ورغم المسار الإجباري. اتخذ الكثير من اليمنيين من تلك التجمعات البسيطة ملاذاً آمناً لهم، يشعرون فيه بالدفء والحنين حتى وإن كان طبقاً من الشيبس يجمعهم على جلسة واحدة. هنا وفي إحدى شوارع القاهرة الممتلئة بالتفاصيل التي تستحق الوقوف والتأمل فيها، نجد الكثير من القصص التي تستحق أن تروى. فأهلاً بكم معنا ضمن جولات مسار إجباري، هذا المسار الذي سلكه كل واحد منا وانتهى به المطاف بنهاية مختلفة تماما، لنتخذ من تلك المسارات بداية جديدة. وقديش الشغل انا قزحت من عندك وشميت العرف ما شاء الله. رايدي قاعد معنا سندويتش شيبس وطعمية وفلافل، تمام، بالبسباس العدني بالبهارات. اهم حاجه البسباس العدني، انا صراحه اهم حاجه عندي اهم اللي شفته الباقي. اكيد 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 حاجه حلوه، حاجه ان شاء الله تعجبكم. طيب يا وقدي كم لك تشتغل هنا؟ قد لي لحد الان 14 اسبوعين. انا من لما جيت مصر ولا من لا من اول ما فتحت العربيه في الشارع هذا يعني. قبل كذا كنت اشتغل يعني في مطاعم، يعني اشتغلت في مطاعم كثيره في مصر، منها أرض الحضارة وليل العرب وباب اليمن. فحبيت أنني أفتح المشروع أنا لوحدي، حبيت أنني أعيش أشتغل في يعني مشروعي الخاص. وأنت خريج إيش أصلاً يا بقدي؟ أنا ما خلصت الثانوية مع الأسف، وصلت لأول ثانوي ووقفت علشان الظروف في اليمن والحرب والهذا، فما عاد قدرت أنني أعيش أصرف على البيت وأنني أدرس وفي نفس الوقت. الحمد لله على كل حال، يعني على الوالدين مريضة ف انتقلت من اليمن إلى مصر، ويعني على أساس أشتغل في شركة عقارات سواق. بس الإنسان الشخص اللي دلني على هذا الموضوع جيت إلى مصر ومش موجود. إيش اللي خلاك يعني أصلاً تفكر إنه أنت تجي إلى مصر مثلاً، إنك تسيب بلادك وحياتك هنا كل حاجة وتفكر تجي هنا؟ وإيش الشيء يعني اللي غير مسار حياتك؟ أصلاً البلاد حقنا ما عايز زي أول، تغير كل حاجة، غير النمط، غير إنك حتى الدخل حقك ما يكفيش. فحبيت انني اخرج من البلاد، فنحيت انني ايش اشوف لي وجهه انطلق منها. فرجعت فكرت ما بش معي الامكانيه انني اسافر اي مكان ثاني، فحبيت اني افتح المشروع، ففتحت المشروع هذا الخاص بي. طيب لو رجع في بك الزمان لورا يا وقدي بتعمل نفس القرار اللي اتخذته؟ لا، لو انا من اول يعني والدنيا تمام كل شيء تمام انني بدرس دالحين، ما اني بطلت الدراسه يعني. كنت يعني كنت اشد يعني اكون ايش من أول كنت أشتي أكون هندس معماري، فالوضع ملخبطة يعني، الوضع جت علينا الحمد لله على كل حال. طيب دحين أنت كيف قدرت أصلاً تفتح مشروعك هنا لحالك؟ هل في حد ساعدك تشتغل معاك أو شيء؟ المشروع من ناحية المساعدة مع ناس وقفوا معايا، فالأستاذة سينا والأستاذة ندى الشميري يعني اللي وقفوا معايا قوي، والوالدة الله يحفظها يطول في عمرها وأمي الغالية. فالحمد لله توفقت ووقفت على رجولي، تحاربت كثير في الشارع، في الشارع يعني تحاربت كثير. هذول ايش كلهم زباينك الدايمين ولا ايش؟ كل يوم اكل من هنا لازم، حاجه اساسيه صح؟ حاجه اساسيه، كل يوم اخلص دوام واجينا، وانا ادعم الشاب اليمني اللي يسوي مشاريع هنا. والله الله ايش يشتري شيبس ولا ايش؟ لا عنده بطاطس، عنده طعميه، وكل يوم كل يوم نجي له عنده اضافات جديده، يعني كل مره يطور من نفسه. وانت كمان طبعا لازم دائما هنا. انا عندي كلمه بس حاب اني اوجهها، تحيا الوحده الوطنيه. حاجه انت مركز الشريعه للبلس اجو البلس. وانت الشاي العدني اكثر طلب، اهم حاجه هو اللي صحصح احسن حاجه واكثر طلب عندنا. طلب عندك انت الشاي العدني. الله الله، ها سال الامي بعمل ما عندنا رسائل يا جماعه، لانه شايفه انه هذه فرصه كمان الواحد انه يسلم على اهاليهم اللي برا. يا امي كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ابنك مرتاح الحمد لله، لا تخافيش، اهم شيء انت صحتك عندي يا امي، تبي على نفسك يا روحي. انت ايش؟ طب معلش معلش خلينا نتكلم مع بعض شويه، انت كم لك جالس هنا؟ سنه ونص كذا. ايش اللي خلاك تتغرب؟
الاوضاع اللي في اليمن والحاجات. هذا الغالي ما شاء الله احنا دائما نجي عنده بيعمل حاجات حلوه. انا بداله مش معقول نمشي من هنا بدون ما يسمع صوتك. انا ما غنيش. لا تغني، لا تتهرفش تغني. انا داري خلاص تمام. غني كده، نسمع اغنيه كده، اغنيه تحبها. ايوه حاجه تحبها دائما تغنيها. اتيرارا لا حالك يجعل عمري في دلالك، وانا لك لو ما تستملك حلالك. جمالك كيف اشرح لك جمالك، كان قد فصل لك لحالك، في عيني انت اجمل شيء رايته. من لما اجيت هنا قلما الاقي الريحه دي ما شاء الله، والابداع ده لانه يذكرني كاني في عدن، مش حاسه خالص انه انا تغربت او في منطقه ثانيه. طيب من اللي يطبخ لك؟ من اللي يعمل لك الخلطات ويعمل لك الحاجات دي؟ الخلطات هذه حق البجه معايا الاستاذه اشرق هذه واحده عدنيه، هي تساعدني في الموضوع هذا، فبتفع لي الخلطات العدنيه هذه الطعميه والبسبس العدني والهذا، يعني متعامل مع بعض. طيب انت قلت لي الان كم لك من لما فتحت المشروع تبعك؟ 4 شهور و2 اسبوع. 4 شهور و2 اسبوع. طيب انت شايف الان انه المشروع هذا مناسب الان للبيئه اللي نحن جالسين فيها حاليا، وفي له اقبال كثير؟ حاليا في اقبال كثير، بس انه في لما تدخل الشارع وتوقف على رجلك وتتحارب من جميع النواحي وتوقف وتصمد، يجي لك انك ابن بلدك، يعني ابن نفس البلد، انه يشوفك لا اكثر من سنتين ثلاث يفتح نفس مشروعك جنبك. حصل لك حاجات زي كده؟ ايوه يعني بتحصل حاجات زي هكذا. عشان صح الشباب انه يعيش يستغل الفرصه ويفتح مشروع في راسه، يعني يوقف على رجلهم كل واحد يفتح مشروعه الخاص. انت شايف المنافسات ما شاء الله بدات تشتغل لكم زياده؟ ايوه في ناس شباب تشجعوا كثير وفتحوا مشاريع ما كانش بيقدروا، كانوا يقولوا ما نقدرش نفتح المشروع هذا. جاوا يقولوا لي يا وجدي كيف فتح؟ توكلوا على الله وقفوا عرجلكم، لا تخافوش من اي حاجه. حتى لو كان هذه الوظيفه مثلا ما لهاش علاقه بتخصصهم الجامعي او عادي، اشتغل اي حاجه، افتح مشروع واشتغل واطلب الله عادي. كل انك تتوفق توقف على رجلك، لا تستسلمش حتى لو يأست، حتى لو حصلت مطبه تصعب كمية يعني صعب قد واجهت انا خلال 4 اسبوعين هذه، بس ما وقفت ولا في امر. في كل المحروب والصعب هذه قاومتها وتعديت. انا شفتك ما شاء الله متحمس تشتري منه، دائما انت متعود تجي هنا كل يوم؟ انا عجبنا الشيبس حق عدن، هذا تقاليد عدن، العواف يسمونه يعني عندنا. فعلا هو عواف؟ عواف عندنا، يعني تقاليد العدن، تقاليد عدن عواف، الفلافل، الطعميه، السمبوسه، الباقيه، كل شيء يعني في القاهره موجود. ما شاء الله هو حاول قدر المستطاع انه يعمل النكهه العدنيه اللي احنا دائما متعودين عليها. ايوه على طول. توديه لك عواف ولا بس لك؟ لازم توديه لك عواف. أيوة. هذا عواف كل يوم هنا، كل يوم عنده، تم تجيك اياه يوميا الساعه 4 العصر انا عنده. تلقاه بيفضيه هنا على طول. على طول القوه. ايش الان هذا من ضمن المكونات اللي انت تشتغل عليها دائما؟ ايوه لازم، يعني في السندوتش لازم فعل السلطه والشيبس والطعميه كذا. في اذا طلبات يكون لك جبنه بس سندويش، يعني يكون جبن. انت تشتغل من الساعه كم للساعه كم دائما؟ يعني بنشتغل حد دوام من الساعه 4 الساعه 1 2 الليل، منتصف الليل بنقفل. كيف يمر الوقت عليك عاده؟ والله الحمد لله، يعني بيجي كذا وكذا كذا وكذا، مش هو اليوم. حافزه اساسي قوي، يعني اني سافرت من اليمن علشان امي، لاني تعبانه فاحتجت انني اعيش اوقف في علاجات، في لازم انني اطلعها تعالج في حاجات كثيره. يعني كم لك ما شفتها؟ انا لي سنه الحين، سنه في مصر لي سنه، يعني فاني حتى اني بتكلمني وكذا في حاجات بتحصل، فلازم اعيش انني اوقف يعني وقفه رجال بيت. انا الحين واقف على امي، واقف على اخي انا في اليمن الصغير، بس يعني زي ما تقولي
توصل لدرجة كيف تقدر، ايش اللي يخليك كذا متحمل مثلا البعد هذا انه اهلك بعيدين عنك لمدة سنة؟ اصلا الوضع في اليمن ما يسمحش انك تستمر فيه ولا تفتح اي مشروع، ما تسترش يعني بالذات لا دخلك يعني لا معك شوية فلوس ولا اي حاجة. في اليمن ما فيش حاجة، لازم انك تكون ملايين لما تفتح مشروع. أنا فتحت المشروع الخاص الشيبس هذا الطعمية، فتحته بعد قلت ليش حصلت الحرب، حصلت في الشوارع، لازم في أي مكان، بس لا تستسلمش في هذه اللحظة أنك إيش تواصل وما توقفش في أي مطعم. كم عمرك لها؟ يا كذا نحن دخل 26 لسه العمر كله إن شاء الله بإذن الله، بس يعني على الأقل من عمرك 26 سنة، بس أنا ما شاء الله أنا لاحظت يعني في عيونك الألم وبنفس الوقت القوة بنفس الوقت. أكيد أني لازم أكون قوي علشان أمي، هذا لابد منه يعني لكل شخص يكون يعني في فترة أنني تجي فترة علي أنني ما عاد أقدرش أقول خلاص أنا تعبت وأرجع أتذكر أمي، لا خلاص أنا علشان أمي شفعل المستحيل، شأقاوم وأحارب وأفعل أي حاجة، حتى أنني زي الحين واصل إذا ما حس العمل مشو تمام هذا واصل ليوم ثاني علشان أدخل دخل سواء زي الناس. الشبس اشوفه حلو وما قد طعمته. ليش ما طعمتوش؟ اخذ لي منه على الفطور اليوم. انت صايم اليوم؟ انا صايم اليوم واخذ لي ان شاء الله مع الفطور شبس. ها عافية على قلبك. شبس مصري. مصري يمني. مصري يمني يعني يمني في مصر. وعلى المهم اشوفه من خلال نظرتي اليه انه حلو وطيب. ما شاء الله عاقبيني انتوا ما شاء الله تاكلوا مع بعض. الشبس هذا بيذكرني باليمن وباهل اليمن وذوق اليمن حتى لو احنا في مصر، يعني اعتبار ان احنا في بلادنا الثانيه، وهذا الشبس يعني بيذكرنا بايام طفولتنا بايام دراستنا بايام خروجنا من الجامعات، والشبس هذا الصدق انه كأن احنا في اليمن. يعني خليكم تكتموها مع بعض وتجلسوا مع بعض، نجتمع مع بعض ونترافق مع بعض ونسلوف على بعض بعض بكل وقت. ضيع وقتكم هنا ايش تسووا؟ لا ضيع وقتنا بعد ما نكمل اعمالنا ونضي معه مرض كذا والذي معه عمل كذا، وبعد ذلك نجتمع كلنا من جميع محافظات الجمهوريه اليمنيه القهوه، نجتمع في القهوه ونخذ ونسولف يعني سولفه جماعيه بيناتنا البين، و كل واحد يخرج همومه للثاني، لان احنا هنا نمثل كالاسره الواحده هنا يعني، لا وهذا من هذا كلنا واحد، كلنا واحده يمنيه واحده، لا نمثل الجمهوريه اليمنيه كامل هنا، وان كل واحد يسولف مع صاحبه وكل واحد يجابر صاحبه بأوضاعه بمشاكله باي حاجه متعكر عليه في مصر، هنا مصر هي ام الدنيا، الطريق من شويه واليمن ابو الدنيا، هم كمان ام الدنيا. قلت لي قبل شويه تعرف قبل شويه قلت لي تعرف تشعر، سمعني حاجه لا ما تتهربش ما تتهربش وسمعني حاجه لا تهرب. ما حيا رنين الجراس ما حنت مجازين الرصاص، يا تاج لب العاص برفع لك تحيه خاص، ورجع لك تحية خاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا مني حيها الله العظيم حاجة حلوة. قلنا البدع باسم الإله الواحد الفردة كريم رحمن كل الناس يدعونه، من بعد ذكرك قال فضاء طول ما تعدى، عايش بالعز والنفس ممكونة، شامخ كما الحيط واصطب من صخور نجدة، أقوى من البرد وبردي ثلج بكانونة، يا هاجس الليل ناقش دي جرى وابدأ، صيغ القوافي حروف وبيات موزونة، إن قلت بصبر والله ما بقي جهدة، شهرين وأكثر نفس الحر مهنونة. أنا شاب مصري بشغل جنب الرجل ده هنا، والرجل ده أكله نظيف وأكله كويس وكل يوم باكل من عنده، حتى لو مش معايا فلوس بيقول لي هات أي فلوس معاك وبيديني أي حاجة أنا عايزها، وبصراحة الرجل ده جدع وأكله زي الفل، بصراحة أنا أشهد له اليمن كلها رجالة، ويعني دايما بيجيبوا لنا أبطال بيشتغلوا في عز الأصعاب وكل حاجة صعبة بيشتغلوا بيطلعوا رجالة، ويعني حاجة كويسة. الله يحفظك يا خلاص تعودت على كل يمني. الحمد لله بقيت أكل كل يوم من عندهم وكل حاجة. بقيت يمني خلاص. الحمد لله من اليمن اليوم بقول لكم دايما مصر أم الدنيا، وفي كل حتة في العالم هتلاقي المصريين، والمصريين بيثبتوا وجودهم في أي حتة في العالم، وفي أي حتة العرب بيثبتوا وجودهم. تحفظك تحيا وزارتك العافية. أكثرية الشباب يوصلوا لمرحلة لما ما يقدروش يحققوا أحلامهم إنه الدنيا خلاص وقفت في بوم، وإنه أنا الآن مثلا خريج مثلا خليني أقول خريج طب ولا خريج محاماة،
اجيت ما لقيتش شغل مثلا، ما عرفتش اشتغل. انت لا، انت مثلا بغض النظر انه انت كان حلمك هندسه، بس كملت واشتغلت وعملت لك مشروعك الخاص. الشباب اللي زي كذا مثلا، اللي مثلا ما يقدروش يوصلوا لاحلامهم، او العصفات والامور هذه الحياتيه اللي تدخل تغير مسار الحياه، انت مثلا في هذه المرحله، ايش اللي خلاك تتقوى وتعمل شيء مخالف تماما عن تخصصك او عن المهنه اللي انت كنت تحب تكمل فيها؟ في هذه المرحله، في مرحله الصعب، مرحله لا، اللي يقول لك المستحيل خليها لا مستحيل، ما فيش حاجه مستحيله. وقف على رجلك، لا تستناش اي حد يعني. اذا معك والدتك يعني علشانها، اذا معك والدك انت بتحارب علشانه، يعني خلي لك هدف. هدفك انك ايش؟ اهلك اول حاجه في حياتك. انا دحين كل الحرب هذه اللي انا محاربها كلهم علشان اهلي، يعني امي الله يحفظها ويطول في عمرها، اللي حاربت يعني انه عدنا عمري 14 سنه طول عمرها وهي معانا، يعني ابي انفلت لنا 15 سنه في السعوديه وهي واقفه معانا من احنا صغار. فذلك دحين انا الشيء اريحها، ففتحت المشروع هذا انا خصيصا لنفسي، يعني حاربت ووقفت وفعلت كل شيء الحمد لله. الشباب اللي دائما يحاربوا عشان يوصلوا لاحلامهم، ممكن انهم يحققوها ويمكن ما يقدروش علشان ظروف الحياه الصعبه، لكن رغم هذا وذاك في كثير من الشباب اللي يثبتون لنا دائما انهم مثل افضل ومثل كمان يقتدى فيه. نلقاكم مره اخرى باذن الله في الاسبوع القادم من مسار اجباري.